وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. الشاب أو الفتى الذي يستطيع أن يدير الشهوات بشكل ناجح وينضبط بهذا المنهج، ما هي آثار ذلك بشكل ناجح؟ أولا، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة الله، التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا أمرتها أطاعتك. ما في شاب بغض بصره عن محارم الله إلا وله مكافأة من جنس عمله، زوجة صالحة تسره إن نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، تطيعه إن أمرها. الطيبون للطيبات. نعم، فهي نقطة دقيقة جدا. أنا لما أغض بصري أنا لست في الحرمان، أنا في وعد إلهي، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أقسم لك بالله، إذا ما بيقول الشاب وهو يغض بصره ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني، أنا مسؤول. الله، غض بصره بس الله وعده بزوجة صالحة تسره إن نظر إليها، يعني وتحفظه إذا غاب عنه. شيخ محمد، مكافأة من يدير الشهوات بشكل ناجح في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قبل الآخرة. الدليل، الدنيا قبل الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله أكبر. له جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه. نريد مثال للبنات، احنا معظم الأمثلة كانت للشباب. نعم. الذكور. نعم. حتى لا يزعلوا علينا. طيب، هذه البنت. نعم. محببة لكل البشر، هيك طبيعة الحياة. فحينما سترت مفاتنها عن الأجنبي. نعم. وادخرت مفاتنها لزوجها ولمحارمها. نعم. لا، في الابن وفي الأخ والعم والخال. مفاتن المرأة أولا للزوج له حالة خاصة، والمحارم لهم حالة. نعم. فحينما سترت مفاتنها عن الأجنبي. نعم. وادخرت مفاتنها لزوجها بطريقة ولمحارمها بطريقة أخرى. نعم. هذه حققت كل أهدافها. يعني عفوا، لا، السيارة الخاصة، تروس الباب له نغمة رائعة. نعم. إنه إلا لواحد. أما السيارة العامة له الباب له ترتيب تاني تخبطه. نعم. مستعمل باليوم مليون مرة. نعم. فدائما لما يكون حسب منهج الله عز وجل، في زواج وفي محارم، فهذه المفاتن التي متع الله بها المرأة وجعلها مرغوبة ومحبوبة. نعم. إذا من انضبط، إذا ادخرتها. نعم. لزوجها ولمحارمها وحجبتها عن العامة، ارتقت عند الله. جميل. والمكافأة زوج صالح يكرمها ويحفظها ويحبها ولا ينظر لغيرها أبداً. نعم. أبداً. جميل، جميل. إذن هي ستؤجر، من انضبطت بأمر الله بالحجاب الشرعي عند الله، حسنات. نعم. يوم القيامة تنفعها، وفي الدنيا زوج يكرمها لا ينظر إلا أبداً. إليها يحسن. أبداً. معاملتها، وهو مأمور بذلك. نعم. فريضة شرعية. نعم. عليه. جميل، جميل.